هيديك. هيديك معناه شنو؟ قولي معناه صداع لك هلا. تو قال لنا قاري اختصار ما معناه صداع، صداع اكيد، لكن شنو يعني، يعني شنو هيديك؟ ها؟ ها؟ هو بين in the scalp of the scalp، بين in the scalp of the scalp، from the eyebrow to the الهير لاين، بوستيرير هير لاين، يعني اي بين من هنا لحد هنا، وبيجي هنا شنو؟ البوث اير، الاثنين مع بعض، المنطقه دي كلها فيها الم، ده بسموه شنو؟ هيديك. هيديك. لكن لحسن الحظ عندنا حاجتين ما بحسن بالالم في المنطقه دي. شنو؟ انت اصلا ما قاعد تفكر، شعرك ده قاعد يحس بالالم؟ شعرك ده كذا كذا، اقرص شعرك شوفه بحس. اذا الشعر ما فيه، ما فيه احساس بالالم. ثاني الدماغ ذاته محس، الدماغ ذاته برين تيشو ما بتحس، البيا ما بتحس، البيا ما بتحس. اذا الدماغ لانه البيا دي قاعده انسيرت جوا ريو ما بتقدر تفليها. اذا ذا برين تيشو اند ذا هير، الهير ما فيه شنو؟ ما فيهن احساس بالالم. يعني الدماغ بيفسر لك الالم لكن ما بحس له، هو فسر لك الالم، لانه احساس الالم بيجي بمنه؟ باللاتر ولا بالانتيرير؟ باللاتر، باللاتر السباينو سلاميك. طيب عشان تقول البين بيعتمد على الاونست بتاعته، هل هو اكيوت اونست ولا سب اكيوت اونست ولا جرادوال اونست او بيسموه كرونيك اونست. اكيوت اونست عندنا رابيد اكيوت اونست هيديك. الرابيد اكيوت اونست هيديك ده صداع بيجي شديد وفجأة كده، يعني في فترة وجيزة بيجيك شنو؟ بيجيك الصداع. وسببه في الغالب دائما اسوسييتد ويز سب اراكانويد هيمريج، سب اراكانويد هيمريج. ذا سب اراكانويد هيمريج تتميز، قبل ما نتكلم عنها بعدين، انه العيان بيجي بريبيد اونست هيديك. عشان تعرفوا انه ده سب اراكانويد هيمريج ولا ما سب اراكانويد هيمريج، تشوف الاسوسيشن. الهيديك بيكون mainly بيكون in the all the scalp، mainly in the occipit، في الاوكسيبيتال اريا. بيكون معاه ستيفن نيك، بيكون معاه شنو؟ نقصان في الكونشسنس، يعني ما بيطشش. بيكون معاه فوميتنج. ليه بيكون معاه فوميتنج؟ انكريز انتراكرينال بريشر، لانه الفلويد والدم قلنا لو زاد بيزيد الانتراكرينال بريشر، فبالتالي هو هيموريج. حيزيد لك الانتراكرينال بريشر، حيكون معاه شنو؟ فوميتنج، بروجكتال شنو؟ فوميتنج. بعد ذاك ممكن يكون معاه شنو؟ يكون معاه فقدان في شنو؟ في الكونشسنس. ده شرحات ماشيه مع منو؟ ماشيه مع الصبر كانت هيمريج. يعني زي ما بقول لك والله يا اخي جاني صداع فجأه، صداع شديد. طبعا الصداع بتاع الصبر كانت هيمريج عارفين بيسموه شنو؟ بيسموه ساندر كلوب هيديك. يعني شنو؟ صاقعة، زي الصاقعة، بيجي زي الصاقعة. ده يقول لك the worst headache seen ever، ده أقعب صداع شفته في حياتي، ما حصل صدعت زي الصداع ده نهائيا. راسه ده يحس بيه كأنه ده الشقة، زي الصاقعة عادي بيجي فجأة، والزول بيستفرغ بعده وبيطشش، ممكن شنو؟ يفقد الوعي. اسمه ساندر كلاب، ساندر كلاب الصاعقة، تلقاه اسمه ساندر كلاب ولا شو اسمه؟
طيب تعرف ممكن كديفرنشال دياغنوز يكون مينينجايتس. The meningitis can cause rapid acute onset of the شنو of headache. كيف تعرفوا ان meningitis ولا ما meningitis وتفرقوا من السبرا كونتيوري اللي لا اسكيها فقط السؤال ده. لا لا قاعد كده بس. الفرق بين انه صبر كرويد ومينينجايتس بشنو؟ ما عنده ستيفنس برضه؟ فوميتنج. فوميتنج عنده؟ هو قاعد كده ممكن يفقد اها. يكون فيه جنون فيفر بيشكي من حمى وبيشكي من رش رش حمى ورش. طيب عندنا تاني انكيفالايتس برضو. الانكيفالايتس ممكن تكون كديفرنشال دياغنوز انكيفالايتس. ممكن يكون برضو ادربت اكيوت اونست بوسكويتال بيسموه بوسكويتال هيديك اللي هو after sexual intercourse. ده كله شنو كديفرنشال دياغنوز لرابيد اكيوت اونست بالترتيب ده لانه الخطوره. طيب العيان عشان تتاكد محتاج تعمل فحوصات عشان تكسكلوت شنو الالنسيس لانه في بعض الديزيز ممكن تعمل لكن بتكون شنو معروفه ما بتكون صدن ولا ريبيد ممكن تكون اكيوت. هل ممكن تكون اكيوت ساي ما ريبيد زي شنو اكيوت ما ريبيد؟ كلكم دقتكم دي انفكشن لايك ملاريا لايك تايفويد كنا يكون اكيوت صح في اسبوع ممكن تجيك شنو اللي هو ملاريا ان تايفويد فيفر. ده شنو بكون عندهن اكيوت اونست اوف ذا هيديك برضه ممكن يكون فيه. الحاجه الممكن تكون نستبعد بها ونسوي بها اللي هو السي اس اف اللي هو شنو اناليسيس اللي هو بسموها اللمبر بانشر. نفرق بشنو باللمبر بانشر بعد ذاك اي وحده عندها فحوصات خاصه ممكن تطلب بعد ذاك هناك سي تي ولا ام ار اي برين ام ار اي. طبعا في فحوصات متى تجيب سي تي ساي وكده ابدومين سي تي سباينال سي تي برين سي تي متى تجيب سي تي ام ار اي دخل انا اسحل ساي ما في حاجه اسمها ام ار اي وسي تي برين سي تي ابدومينال سي تي كده. عندنا في انواع معينه من الهيديك ممكن تكون متميزة بخصائص براء اللي هو ماشي انها تبقى شنو بتكون كذا كرونيك او ممكن نصنفها هذا شنو ما بتكون اكيوت زي شنو. اول حاجة عندنا حاجة يسموها تنشن هيديك. تنشن هيديك يعني شنو تنشن هيديك؟ طبعا تنشن هيديك ده بنسميه نحن هو ده صداع الناس الشطار. طبعا لو ده الشاطر بيكون جاي هو التنشن هيديك ده بيجي للشطار فقط وبيجي للناس اللي بيقعدوا كتير في المكاتب. وانا اقول حق الشطار شنو بيقعد في المكتبه لاربع خمس ساعات متواصله بيحصل شنو؟ مصل contraction او severe muscle contraction هتعمل شنو tension والtension بيعمل tension headache. او بيجي للناس اللي بيكونوا مثلا سواقين بسوق انا بكون قاعد شنو فتره طويله ايوه بيجي للزول اللي بيكون شغال في مكتبه يعني ما مكتب قاعد كده مدير ولا نائب بيكون قاعد فتره طويله. المهم شنو متعلق دائما بشنو بالقعاد الطويل وعدم الحركه. التنشن هيديك
هو بناين ما حاجة مالignant بيتميز دائما هو bilateral بيجي بالجهتين bilateral بعدين pulsatile تحس إن رأسك ده دن 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 فون التاح عليه نهاية اليوم بيجي دائما at the end of the day ما بيجي في بداية اليوم لو جاء في بداية اليوم ده ما تنشى منسي لو جاء في بداية اليوم ده ما تنشى يعني لو في كوزون مصدع عصي ده ما تنشى هديك دي حاجة تانية بيجي دائما شنو نهاية اليوم بعد ما يحصل التنشن بيكون شنو بلسيطايل maybe maybe يكون معه شنو thrombing الثرومبين دي شنو نتاحة يعني دي نتاحة كده بحسان تين وكده انت مثلا تسجد يعني زول يكون جاي نهاية اليوم دي يصلي صلاة العشاء في الجامع يصلي مع الجماعة كده يحس انه راسه ده تل 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 كله شغال كده فده شنو تنشن هيدك الحاجة اللي بتخلينا نطمن على التنشن هيديك انه بيروح براو after taking a rest زول ياخذ راحته واموره شنو تبقى فل وهذا الشطار بيكون الشطار بوصف لكم شنو الشغلة دي اصلا انا الشطار ده لسه ما في شيء يعني اذا بقى موبايل unilateral thrombing this is migraine اكثر من انها تكون شنو tension يعني دائما migraine يسموها شنو الصداع النصف الشقيقه بسموها بيجي دائما شنو unilateral وبيجي شنو thrombing وكتجي وبحس انه ما قادر يعمل اي حاجه ده بيجي شنو بيجي unilateral لكن لو بقى bilateral ده ماشي على اساس شنو التنشن هذي يلا نشوف المايجرين المايجرين احنا ككلام بسيط بعدك افصله ولا افصله مره واحده طيب نفصله مره واحده المايجرين المايجرين طبعا انتوا بتعرفوا المايجرين ده مرض شنو مايجرين كثير في النسوان وفي الرجال الشقيقه النسوان اكثر في الفيميل مور ذان ميل لكن في دراسه قالوا شنو ايكوال يعني بس لسه لحد يوم الليله ناس اوكسفورد مصرين انه شنو بنسبة 3 لواحد بنسبة 3 لواحد ده شنو ده الهيديك السيمبتومز بيجيبها بشنو اول حاجه بكون عندهم اورا يعني شنو اورا اورا يعني سيمبتومز بتصبغ الاتاك يعني قبل ما يجي تخش في المايجرين بيجيها اورا اورا دي يعني مثلا بيشوف زي المرض بيجيك احساس انك شنو عارف بيشوف خيوط خيوط كده في الجو صح نقاط نقاط كده دي ما بتشوف الا تكون انت تعبان وخاش دي شنو دي الاورا او مرات شنو زي اضانه كده شنو زي التصين المهم دي شنو بيخشوا فيه اورا اورا الاورا دي دايما اسوسييتد ويز مايجرين مايجرين وبعد الديزيز برضه هنعرفه العيان بيخش طوالي في الهيديك بيكون يتميز انه الهيديك بيستمر اكثر من 15 ل 30 دقيقه تخيل ده دي الاتاك الواحده بتجي من 15 شنو ل 30 دقيقه وممكن تستمر شنو ساعه المايجرين اسمه الصداع شنو النصفي او الشقيقه ممكن في بعض الناس بيجيهم بالجهتين الاثنين تجيهم في الجهتين تجيها في التو هيمسفير اليونيلاترال بتكون تستمر لحد ساعه 1 اور اذا كانت شنو يونيلاترال اما اذا كانت بايلاترال في الغالب ما بتتعدى نص ساعه اذا كان بالجهتين نص ساعه اذا كان بجهه واحده ممكن تاخذ معك شنو ساعه كامله نحن ليه قلنا مع الفيميل لانه بتجي بريمينستريويشن بريمينستريويشن قبل المينستريول سايكل والليل يخش شنو في نوزيا فوميتينج فوتوفوبيا فونوفوبيا يعني شنو فوتوفوبيا فونوفوبيا يعني الضوء ده ما ينفع معه الصوت ما ينفع معه صوت اولاده ما ينفع معه حتى لو مره والد صوت اولاده ما ينفع معه الضوء ما ينفع معه ده كله ما ينفع لانه تريجر شنو بيعمل تريجر للمايجرين ودي بالمناسبه دي كم مايجرين الكم مايجرين بتيجي بايه خمسه حاجات هيديك lasting more than 1 hour بتجي ب vomiting
بتجي بنوزيا بتجي بفوتوفوبيا وفونوفوبيا. خمسة حاجات دي اللي لقيتها دي هيز كم مايجرين دي المايجرين. البين بتاعه اللي بيكون ممكن يتعالج من غير شنو دواء، وممكن ناخذ له دواء من غير دواء. الطريقه اللي بيعالجوا بها كالاتي، يقولوا للمراه امشي غرفه مظلمه، اقعدي في غرفه مظلمه وابعدي من الاصوات، وشنو وغطي راسك ونومي نومي النوم. اذا انت قعدت في غرفه مظلمه وتبعد من الاصوات وتنوم، الثلاثه دين لو عملتهم بيروح شنو الصداع، تصحى تلقى شنو تلقى الصداع ده راح او خف. الحاجه اللي ممكن ندي لهم كعلاج ثاني، عندنا ادويه بنديها لهم زي اول حاجه the treatment. اول حاجه avoid the trigger. وروني حاجة بتهيج الشقيقة دي. طبعا في حاجة بتهيج الشقيقة انتوا ما عارفينها. أول حاجة الشوكولاتة ما ينفع معه، ده الشوكليت، شوكليت ما تنفع. عندنا تاني الجبنة ما بتنفع معه، كيس. آن الكافيين القهوة ما تنفع معه، الكونتراسبتيف ما تنفع معه، الكحول ما ينفع، الاكسرسايز التمارين دي كلها بتهيجه. ايفن الترافلينج السفر الكثير، لو سافرت كثير بالطياره بقطر بعربيه باي حاجه وات ايفر، السفر الكثير بيهيج شنو المايجرين. تمام، اذا افويد شنو التريجر اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن نديها لها بنديها بروفلاكتيك اللي هو زي بيتا بلوكر. بروفلاكتيك زي شنو بيتا بلوكر. بيتا بلوكر اهم واحد عندنا بروبرانولول اللي هو بيسموه شنو اندرال، صح؟ الاندرال ده ندي ليها ظابط جدا، بيريحهم وامور شنو بتستكين. ممكن نبدا لها ب 40 ونستمر لحد ما نحصل 120. اذا الاندرال ما في او مثلا عندها ازمه ما ينفع مع الاندرار، هنديها شنو؟ بنديها دواء اسمه توبيراميت. ثاني اور توبيراميت. توبيراميت بدل شنو؟ البروبرانول. لو البروبرانول كونتر انديكيتد ان ازمتك شنو؟ بيشا. العلاج الحقيقي الممكن ندي لها اللي هو ليجوهو، بيفيد جدا العيانين اللي عندهم مايجرين. الايميتريبتالين، لاقاكم ايميتريبتالين، ايميتريبتالين ذكرناه قبل كده، هو من الادويه الكويسه جدا للناس اللي عندهم مشاكل شنو سايكولوجيكال. يعني بيدوها بدلها بعشرة ممكن يمشي لحد يحصل 75 ملي جرام، ده الدوز بتاعته. تاني ممكن نديها الأدوية بتاعت شنو؟ بتاعت ناس اللي عندها علاقة بهم، بيدوها ناس الإبيليبسي زي شنو؟ زي برو جابلين. ده كل شنو؟ ده كل الكلام حول المايجرين. إذا المايجرين بس اول حاجه افويد التريجر عشان ما تخش في اتاك وتدخلنا في شنو في المعمعة معه. بعد ذاك خاصه اذا كان في ميل، توصيه انه تاخذ شنو بروبرانول خاصه قبل المينستير، ولا انه قبل المينستير ممكن تخش شنو تخش في المايجرين، لانه عندنا بري مينستير والمايجرين تيجي دائما قبل شنو المينستير والسايكل. وفي البريجنسي برضه شنو ممكن تيجي، لكن في البريجنسي طبعا ما ينفع اي حاجه يدوا عليهم اكسبت البنادول باراسيتامول. يدوا شنو باراسيتامول، لانه الدرج دي اغلبها تيراتوجينيك وما تنفع. عرفتوا اذا بريجنت ليدي كيم ويز مايجرين جيف ها باراسيتامول، ما فاهم. طيب عندنا نوع ثاني من الهيديك بيسموه
كلستر هيديك. كلستر هيديك ذا كلستر هيديك ده حق شنو؟ ده حق الرجال. كلستر هيديك ده حق الميل مور ذان فيميل. زين ما يجري حق شنو؟ الفيميل مور ذان ميل. كويس اضغط. عندنا الكلستر هيديك بيتميز انه بيكون عند الناس المدخنين السموكر. السموكر بيكون عنده شنو؟ الكلستر. بيجيهم هيديك والهيديك ده بيكون دائما بيبدا باي بين اراوند ذا اي. ذن بيمشي شنو يبقى بعد ذاك؟ يونيلاترال. ممكن يبقى جنرالايز. الالم اللي في العين ده بيكون معه شنو؟ رينوريا. الانف بتاعه ده شنو؟ يكون بيسيل. يكون عنده شنو؟ سيلان. سماه رينوريا. الدموع بتاعتهم بالسيل بيسموها شنو؟ لاكريميشن. لاكريميشن ورينوريا. وبيكون عندهم توزيس. توزيس دي معناها شنو؟ انه الجفن فوق ده يقع برا ويسموها توزيس. او ايفن ممكن يخشوا فيه فيشال فلاشنج. بحس انه وشه ده كله شنو؟ زي المسخن كده كله. فيشال فلاشنج دي كلها حاجات بيجيبها شنو؟ ناس الكلستر هيديك. مين يقول لك فدلي في عيني؟ تلقى دائما بيعمل كده. تحس انه شنو؟ الالم ده هنا ده بدمع شديد وشنو؟ وانفه يكون ساير. يعني هو ما عنده نزله ولا عنده حاجه، لكن دي شنو؟ دي السيمتوم اللي بيجيبها معاه. عندنا التريتمنت اكوردنج تو ذا كيس. اف اكيوت اتاك، ودي قاعد تيجي في الامتحان واجابتها حاجه واحده، هسه تفتكر بعجبهم بشنو؟ اول حاجه ريست. Rest, then give oxygen. نديهم اكسجين بس يجيبون بيقعدون يدون شنو؟ اكسجين يشمون امورهم بتظبط. اذا بيدوهم اكسجين 100% اكسجين at least for كم؟ 15 دقيقة. إذا بعد ده الألم ما راح ممكن نضيف لهم دواء اسمه سوماتريبتان. سوماتريبتان دي الناس الكلستر هيديك. كلستر هيديك حق المدخنين حق الرجال بيجي دائما ألم في العين ممكن يمشي يبقى شنو؟ جنرالايز أو لوكالايز اللي هو شنو؟ يونيلاترال. العيان بيشكي تاني بشنو؟ لاكريميشن رينوريا. بيشكي بشنو؟ فيس فلاشنج. العيان علاج شنو؟ ريستو تديه اكسجين، اذا ما نفع تديه شنو؟ سوما تريبتان بدو 6 ملي جرام. الحاجه اللي بتهيج له شنو؟ اكيد السيار والكحول. طيب عندنا نوع تبع الهيدك لكن ما هيدك بيسموه ترايجيمينال نيورالجيا. كلمة الجيا معناها بين صح؟ ترايجيمينال نيورالجيا. الترايجيمينال نيورالجيا اللي هو بيكون شنو؟ بيكون بين في الترايجيمينال اريا. وين الترايجيمينال؟ الترايجيمينال بيغذي شنو؟ الجزء فوق الجبهة والجزء بتاع الخد والجزء التحت. لكن الحالة التحت ما بغذيه. الجزء فوق ده. المكان ده كله بحس انه شنو؟ استابين بين الم هنا. stabbing pain in the face. الحاجه اللي بتهيج له شنو؟ اول حاجه لو قلعوا له ضروس، لو بقى ياكل حاجه لمسافه طويله زي شنو؟ الناس اللي بياكلوا اللبان اللبان كثير، ويكون عنده اصلا يعني هو اصلا عنده مشكله في الترايجيمينال. ما يزول بياكل لبان بيجيب ترايجيمينال نيورولوجي. وقعت لكم دي يعني دي الحاجه اللي بتهيج له، هو اصلا عنده لكن بتهيج له. ثاني الشيفنج، الناس اللي بحلقوا يكون شنو عنده وحلق شنو؟ دقنه، فيقول شنو؟ عمل استيميليشن للترايجيمينال النير في الجهه دي، فيقوم طالع حيجيب شنو؟ بالبين في الجهه دي.
العيان ممكن يجي بسيمتوم وساين تانية، لكن شنو دي الحاجة الأساسية. كثيرة طبعا في الناس الكبار في السن أكثر من 50 سنة، وناس آسيا أكثر حاجة، ناس آسيا الآسيويين يعني. أسبابه كثيرة، ممكن تكون سكندر لشنو، سكندر لي أنيوريزم، سكندر لي تيومر، سكندر لأي حاجة، لكن ممكن يكون شنو برايمري، ودي بيجي براه. لو عايز تشخصه بيشخصه به MRI تشوفه كامل. العلاج بتاعه كاربا ميزابين ما كاربا ميزولا، كاربا ميزابين، او ما نفهم معه من الدول لامتريجين، وخاصة اذا كانت بريجنت ليدي. البريجنت بنديها لامتريجين، ما نديها كاربا ميزابين، لانه كاربا ميزابين هي شنو، هي تيراتيجينيك دراج. اما اللامتريجين هو شنو، متاح له البريجنت ليدي عادي، ما في مشكلة. في عندي سؤال، this is headache، ده كل الكلام حول الهيديك.